أظهرت بيانات هيئة قناة السويس المصرية اليوم زيادة إيرادات البلاد من القناة إلى 449 مليون دولار في أكتوبر تشرين الأول، ما يرفع إيرادات مصر من القناة بالعملة الصعبة بنحو 400 ألف دولار. وتتوقع هيئة قناة السويس ارتفاع الإيرادات من مرور السفن إلى 13 مليار دولار سنويا بحلول عام 2023، أي ما يفوق ضعفي الإيرادات السنوية الحالية.